بونجور لي في، السلام عليكم. في الفيديوهات السابقه هضرنا على كيفاش تحددي الشكل للجسم ديالك وهكا تعرفي لا مورفولوجي ديالك، باش يسهل عليك انك تختاري تنسيق صحيح للملابس ديالك وتكوني طونونس، وكذلك تكوني اختاريتي بشكل صحيح 100%. الوغ في الفيديو السابق كذلك هضرنا على شكل الساعه الرمليه، البنات اللي عندهم لا مورفولوجي بداك الشكل، كذلك هضرنا على شكل الجسم ديال المثلث المقلوب، ودابا غادي نهضروا على المثلث العادي اللي واقف عادي بحال الهرم. الوغ البنات اللي عندهم هذا لا مورفولوجي هذا الفيديو ليك، والبنات اللي مازال ما حددوش الجسم ديالهم يشوفوا الفيديو السابق، راه الطريقه سهله وبسطتها تماما كيفاش انك تعرفي شكل الجسم ديالك، ورجعي تفرجي معنا. نبداو الفيديو. جسم بشكل مثلث لا مورفولوجي اون تريونغل، شنو الملابس اللي تناسب معاه وعلاش نبتعدوا؟ اولا الهدف اللي باغيين نحققوه هو تكبير الجزء العلوي من الجسم وتصغير الجزء السفلي، بمعنى اخر تكبير وتعريض منطقه الاكتاف والصدر وتصغير منطقه الخصر والارداف. وكما كنعرفوا ان شكل الجسم المثلث الارداف هي اكبر منطقه والاكتاف هي الاصغر، والهدف الوصول للشكل المثالي الساعه الرمليه عن طريق اختيار ملابس بشكل صحيح. اولا شوفوا الجزء السفلي، اذا لتصغير الجزء السفلي للجسم دائما عليك اختيار ملابس من لي جوب او من لي بونطالون بالوان غامقه وباقمشه ناعمه، الابتعاد تماما عن الاقمشه الخشنه او التواب اللامعه او التواب بيتون مثلا لامبريمي او الزواق بشكل عام، حيت هكا كتجي ديك المنطقه عاطيه للعين وكتبان اكبر واكبر. اذا دائما تختاري التواب نازله سامبل وبلون مغلوق. اما في حاله مليتي من السامبل غادي تلبسي توب يكون بخطوط او لزواقات بشكل طويل، ما تكونش في العرض ابدا. اما بالنسبه للي جيب ديما تختاري لي جيب ماشي ضيقه، تختاري اللي بشكل الهرم، ضيقه من الفوق من ناحيه الخصر ولكن هابطه وكتعرض. فاش كتختاري لي جيب يكون الخصر ديالها ضيق هكا كتماركي لا طاي وكتبرزي الخصر، وبالتالي كيكون عاوتاني اتساع ديالها هابطه وكتوسع على شكل هرم. هذاك الشيء كيساعدك ان تخبي داك المنطقه شويش وكتخلي منطقه الاكتاف تبرز اكثر وتماكي لا طاي من الخصر، وكيجي الشكل اقرب الى الشكل المثالي. هكا غادي تكون جاتك اللبسه زيونه ومتناسقه وبان الجسم ديالك بشكل مزيون. اوكي سوبر، دابا نشوفوا لوو. اما عن الجزء العلوي من الجسم، اولا يجب ارتداء لوو بالوان فاتحه، ثانيا اختيار ملابس اللي غادي تضيف لك حجم، حيت راه ديجا عندك الاكتاف صغيره. الوغ مثلا تقدري تعتمدي موضه اللي راها طوندونس هذا العام سترونت شولدرز، وراه هدرت لكم عليها في الفيديو موضه شتاء 2023. اذا تختاري ايضا دي فيست بلي زيبول، ديري الشال او كشكول ملفوف حول الاكتاف، ايضا ممكن تلبسي البوليرو قصير ولا دي فيست طوال ما تخليهم مفتوحين باش يزيد العرض المنطقه العلويه. كذلك تعتمدي الالوان الفاتحه والبغيبغي، دي شوميز بثوب لامع ولا بليزي ستراس كذلك لامبريمي غادي يكون مناسب جدا، وايضا الاكمام المنتفخه ولا الدانتيل بالتريش باش الكتاف يبرز اكثر للعين. بالنسبه للمعاطف ترانش كوت بيكوت ايضا ولا الاوفر كوت، ويزيدوا يحتويوا على، وممكن توسعي البحث ديالك عن طريق جوجل وتشوفي افكار كثيره اللي ممكن انها تكون متناسبه مع لا مورفولوجي ديالك، بما انك صافي عرفتي كيفاش تختاري وعندك لا باز كامله من خلال هاد لا فيديو والطريقه راني قدمتها لك بشكل واضح. الوغ راه ممكن انك تزيدي توسعي البحث ديالك وتزيدي تاخدي افكار كثيره وتعرفي تنسقي اللبس ديالك بطريقه سهله. وباش نزيد نساعدك اكثر غادي نقدم لك سيليبريتي، جوج ديال المشاهير اللي عندهم نفس لا مورفولوجي ديالك، ممكن تانسبيري منهم تشوفي شنو كيلبسوا يوميا في الحفلات في اي مناسبه، وتاخدي منهم الاشكال اللي كيلبسوها ممكن تعتمديها. الوغ هادو هما جينيفر لوبيز وبيونسي. وفي نهايه لا فيديو البنات كنذكركم مشاهده الفيديوهات السابقه راه كلها غادي تنفعك وغادي تكون عندك اجابات لعديد من التساؤلات اللي عندك. الوغ البنات الا كنتي شفتي انك استفدتي من هذا الفيديو خلي لي جيم، حيت هكا غادي تساعديني ان الفيديو يطلع اكثر. بارطاجي مع صديقات ديالك باش يستافدوا اكثر اللي عندهم نفس لا مورفولوجي. لاول مره كيشوفونا مرحبا بكم، انضموا لينا وهكا توليو من الاسره ديالنا وغادي تستافدوا معنا بزاف، وباش تشوفوا فيديوهات قادمه ان شاء الله غادي تنفعكم اكثر. نشوفكم فيديوهات قادمه ان شاء الله. تشاو.